جدا جدا دي من الصحف السعوديه اللي سلطت الضوء على تتويج النادي الاهلي بلقب كاس مصر بعد فوزه على الزمالك. من ضمن الحاجات اللي كتبت صحيفه الرياضيه في نسختها الورقيه تحديدا كتبت وقالت في كل بلد الاهلي بطل. وفي عنوان اخر عبر موقعها الالكتروني كتبت وقالت الاهلي بطل مصر والرياض تهدي الافضليه التاريخيه. كمان عبرت صحيفه الشرق الاوسط يعني او عنونت صفحتها الرياضيه بعنوان موسم الرياض كاس مصر اهلاويه بثنائيه عاشور وقفشه. وصحيفه عكاظ السعوديه كتبت كمان عنوان بيقول الاهلي يتوج بكاس مصر. كمان السوشيال ميديا كانت مليانه الحقيقه بالاحتفالات، لكن استوقفتنا كلمات الاعلامي الكبير يعقوب السعدي عبر حسابه الشخصي على منصه اكس. كتب وقال كاس مصر ده أحلى ما في مصر، لا تسأل من لعب ومن فاز ومن أجاد، وحده الأهلي تليق به الأعياد. الكرة في مصر، قال كده تحت نص الكرة في مصر إمام، للكرة في مصر إمام اسمه الأهلي. فطبعا كلام جميل جدا جدا وفرحة سعودية بكل اللي طبعا تابعناه في لقاء يعني الأمس بغض النظر عن النتيجة. الحقيقة هم جماعة هناك نظموا اليوم بالكامل كما ينبغي أن يكون التنظيم، فكل التحية وكل الشكر وكل التقدير ليهم. بص ده بعض يعني ما قيل، ده بعض ما قيل من طبعا الصحف والإعلاميين. لكن بقى لو تخش على أنا مش عارفة هي المفروض منصة إكس دي بدل تويتر بقى اسمها إيه بقى التويتر؟ إكساية؟ أنا آخر واحد يجاوبك على الموضوع ده. أنا ولا أعرف الحاجات دي خالص. يعني علينا. بس لو المنصة اسمها إكس تبقى إكساية. إكساية. صح. مش في تويتر. لا يا تويتر بقى بصراحة أنا بقول عليه تويتر لحد دلوقتي. بص يعني عايزة أقرأ لأن فرحة الناس لازم بصراحة برضو نقولها. وفي ناس كانت بعتها لي بصراحة بيقول لي نواند اقري شوية من الحاجات اللي إحنا كتبناها، فأنا مش عايزة حد يزعل بس مش أكيد مش هقدر كله. يعني مصرية وأفتخر بتقول لك الأهلي بطلا لكأس مصر للمرة 39 في التاريخ. مبروك فعلا لحظه كلنا حسينا بفخر او شعرنا بفخر فيها. دودو المصريه، بص التويتات المصريه او يعني التعليقات من البنات كتيره جدا. ديربي القاهره باللون الاحمر، سعداء ومتشرفين بيك يا اهلي. كابتن احمد شوبير، نهايه المباراه الاهلي يتوج بطلا لكاس مصر بعد فوزه على الزمالك بالثنائيه نظيفه. طبعا اكتر من اكتر الناس اللي كانت مبسوطه كابتن شوبير. أكيد. يعني أكيد. فرحه فرحتين. أكيد. فرحان بالنادي الاهلي وفرحان بمصطفى. طبعا. يعني الواحد متخيل الفرحه عامله ازاي. مشاركة نسائية عالية جدا. لميا الأهلي بطلا لكأس مصر، ألف مبروك. أسعد تونة وكينج حسام، مين غيره البطل؟ البطل بطل لكأس مصر الأهلي أكيد المرة 39. بص الكلام كتير جدا جدا. وخالد فؤاد، الأهلي بطل لكأس مصر بعد فوزه على الزمالك. وغيره بقى من الناس اللي كاتبة قد إيه هم كانوا سعداء وقد إيه الأهلي فعلا فرحهم اليوم ده. يعني بص لا هو كتير